وكنا ننسق مع بعض يعني لتجميع ممثل عن كل معتمدية لنتحاور وننظر بشأن هذه التحويرات، هل سنواصل الاعتصام، هل سنقبل بهذه الحكومة واقعا وقدرا ولنا مطالب أخرى، أم سنواصل الاعتصام ونقول لا لهذه الحكومة الإشرعية. صباحا يعني كانت هناك تطمينات واضحة من السيد الوزير الأول وعلى لسان الوسطاء ومن السيد الوزير الداخلية، ابقوا بسلام، تفاوضوا، تشاوروا، ليس هناك أي مشكل، وأعطونا الرد يعني أعطونا جملة مطالبكم على طاولة السيد الغنوشي. الساعة الرابعة وقبلها كان هناك حشد غير مسبوق لقوات ما يعرف بالتدخل ضد الشغب وقوات أخرى لم أرها من قبل شخصيا، كلاب عدد مهول جدا وكأن هناك حرب موشكة. ما رأينا إلا بعد أن كل هذه التطمينات، يعني السيد فتحي العيون يقول لي دقيقة قبل الاجتياح يعني كان السيد الوزير الأول يطمئنه ويقول لا بأس يبقوا ويتشاوروا وليس هناك مشكل، يعني صار هناك يعني إطلاق لقنابل مسيلة للدموع بشكل عشوائي وكثيف ومكثف جدا. لأول مرة يعني أرى سحابة في الأرض تمتد حتى السماء، غازات لأول مرة يعني من نوعية يعني معناها صعبة جدا يعني وتجعل الإنسان يختنق في لحظة معناها بسيطة. هذا خلق حالة من الهلع، يعني هناك أناس يعني مضربون على الطعام، هناك أناس يعني من خاط فمه انتصارا لكرامته، لأن هناك من قال أن هذه عصابة سطو خيط فمه على أساس قال أنا لا أريد الطعام، أنا جئت لمطالب سياسية واضحة. الذي حدث يعني الجيش انسحب، هناك تنسيق واضح، المنافذ كلها سدت، فتح منفذ يعني محاذي إلى الوزارة الأولى، منفذين اثنين يؤديان فقط إلى المدينة العتيقة، إطلاق يعني كثيف جدا للقنابل المسيلة للدموع، يعني فر الجميع في حالة من الذعر غير المسبوق. هناك من سقط، هناك من تعثر، هناك من أنقذه الآخر يعني بشيء من الحليب حتى يقاوم ويتنفس القليل. نزلنا إلى المدينة العتيقة رويدا رويدا، كانت هناك حالات إغماءات، كانت هناك إصابات، يعني جاء تطمين. مرة أخرى كلمت سي مختار التريفي قلت له لا شيء ينقذ البلاد سوى أن يعود هؤلاء المعتصمين لأنهم خرجوا بدون حتى إنقاذ، عفوا بدون إنذار مبكر. قال عودوا بسلام وليس مشكل. نزلنا حتى شارع الحبيب رقيبة، قلت عسى أن يعني أجمع الأفراد الموجودين هناك، لا يعرفون تونس، يعني ليس لهم حتى جغرافيا ما لا يفرقون بين نهج وآخر، يعني ناس ضاعت في تونس العاصمة، في شارع الحبيب رقيبة الناس، الأمن هناك متأهب أيضا، هناك قوات على مستوى وزارة الداخلية حوصرنا، وأيضا قوات يعني جاءت من شارع الحبيب رقيبة، من وزارة من سفارة فرنسا حوصرنا حتى نذهب دائما باتجاه إما المنصف بي أو باب عليوة. يعني كل المخطط كان، السيناريو كان واضح، البلدية كانت جاهزة لردم معالم الجريمة، وكان هناك تنسيق غير مسبوق، وهذا نقوله حتى نفند ما حدث، ويكفي أن نسجل كذبة واحدة لنقول أن كل ما قيل هو كذب. جريدة لابريس الصادرة البارحة يوم السبت تقول سابورتيس توجور، يعني أن المعتصمون لا زالوا يتظاهرون. نعم سيد مقداد. نعم. واضح، يعني ماذا بعد الاعتصام؟ ماذا بعد الاعتصام؟ المعتصمون اليوم تشتتت أجسادهم، هذا حقيقة، لكن روح الاعتصام ستظل باقية هناك في القصبة وستمتد شرارتها وستبقى تلهم أجيال وأجيال، ويستظل هؤلاء المعتصمون يعني يستلهمون من روح هذا الاعتصام اللي يعتبر في الأصل شرف لتونس، مهرجان قرطاج له من الزخم له، وللأسف هذا المنبر الذي يعتبر مفخرة لتونس، لأول مرة تسجل تونس منبر في القصبة ليلا، يعني صدقيني وسادة المشاهدين كذلك أقول وددت أن كل تونسي له الشرف الأثيل في أن يأتي إلى القصبة ليلا ويشوف الفعاليات. تونس اللي طرابلسية وجماعة بن علي والقطعية خذوا حتى رموزها بالزيتونة متاعها المباركة، صارت ما بين بنك مشبوه وما بين إذاعة مشبوهة. هؤلاء الشباب يعني الذين جاءوا على الأقدام مشيا، وما في المشي على الأقدام من رمزية دليل على أنهم شرفاء وليسوا عصابة سطو، يعني استعادوا رمزية الزيتونة بلا شرقيتها ولا غربيتها، رأيناهم
فعلا بشرقهم وغربهم من الرقام الى سيدي بوزيد الى تالا الى القصرين الى سوسة الى المنار. يعني امرأة من المنار الثرية بابنتها الشقراء كانت موجودة شكرا. هناك بكل الأطياف الموجودة هناك. اذا سامحيني هناك حالة سامحيني هناك استغاثة كبيرة جدا من المعتصمين الذين لا يزالوا اسمحيني لا هناك من يطلب الإغاثة الآن وضروري أنتم من هذا المنبر أن نقول للعالقين الذين لم يعودوا حتى الآن رقمي اسمحي لي الله يخليك 23-855-694 هناك عالقون هناك جرحى هناك مختفون فليتصلوا بي للمساعدة وهناك على الفيسبوك موقعي على الفيسبوك للتغطية الإعلامية لاعتصام القصبة وشكرا جزيلا.